ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن واحده من افضل الادوات اللي تقدر تخليك تشوف بعين العميل واللي بتقدر تقيس تفاعل العميل مع المنتج اللي انت بتقدمه. الاداه دي هي الكاستمر جيرني ماب، يعني خريطه رحله العميل. خليك معايا لاخر الفيديو عشان تعرف ايه هي الكاستمر جيرني ماب وازاي بنقدر نعملها وايه فايدتها في رحله تصميم تجربه المستخدم. طيب خلينا عارفين ان محدش هيهتم بيك او بالمنتج بتاعك الا لما تهتم انت بيه. يعني ايه؟ يعني انت لازم تعرف كل حاجه عن المستخدم النهائي بتاعك علشان تقدر تقدم الحاجه المناسبه اللي هتخليه يستخدم المنتج او الخدمه اللي بتقدمها. طيب احنا ازاي بنقدر نعرف ده وازاي كمان بنقدر نقيسه عشان نتاكد ان احنا ماشيين صح؟ لو سألت نفسك الأسئلة اللي فاتت دي يبقى لازم تفهم ان اللي بنعمل بيه كده هي خريطة رحلة العميل، علشان دي الأداة اللي هتقدر تخليك تقيس وتفهم مدى اهتمام العميل بيك. قياسك مش شرط يكون عن طريق عدد الكليكس او الفيوز اللي موجودة في المنتج بتاعك، قياسك لازم يكون عن طريق انك تفهم المستخدم بتاعك وتقدر تفهم هو بيحس ايه في رحلته، بمعنى انك لازم تفهم اما بيمر بكل خطوة في المنتج بتاعك هو فرحان ولا زعلان ولا متضايق ولا متعصب ولا عنده كره ناحية جزء معين في رحلته جوه المنتج ده. فتخيل كده انك فتحت ويب سايت، الويب سايت ده معمول عشان تتصفح بيه منتجات. فالمستخدم اتبسط قوي لما لقى حاجه تقدر تخليه يعمل سيرش بسرعه، وكمان اتبسط قوي لما لقى فلاتر، الفلاتر دي تقدر تقربه للنتائج اللي بيدور عليها بسرعه، ولما داس على المنتج اللي هو عايزه ودخل في الصفحه بتاعته لقاها مش متظبطه وفيها معلومات ناقصه وفيها لخبطه، وقعد فتره طويله على بال ما لقى الزرار اللي هيقدر يدوس بيه عشان يكمل مرحله الشراء بتاعته. انت لازم تبقى فاهم ان المستخدم بتاعك عنده مشكله في الخطوه دي، وكمان لازم تعالجها عشان تقدر تخليه يوصل للي هو عايزه بسرعه. فالكاستمر جيرني ماب هي الاداه اللي بنقدر نقيس بيها شعور العميل علشان نقدر نحسن التجربه اللي بنقدمها خلال رحله تصميمنا. خليك عارف انك لازم تكون على درايه كامله بمدى ارتباط العميل بالمنتج بتاعك او الخدمه اللي بتقدمها، لان الخريطه دي هتساعدك انك تقدر تعرف حجم التفاعلات اللي بيقدر يعملها العميل دلوقتي، وتقدر كمان تخليك تتوقع التفاعلات اللي ممكن يعملها العميل قدام. طيب خلينا نفهم اكتر الخريطه دي عامله ازاي. الخريطه دي عباره عن رسمه بسيطه بنقدر نشرح فيها الطريق اللي بيمشيه العميل وبتبين ايه شعوره في كل خطوه بيخطيها اما بيستخدم المنتج بتاعك. طيب احنا ازاي بنقدر نعمل خريطه رحله العميل؟ خلينا نشرح النظري وبعد كده نشرح العملي. اولا احنا لازم نكون مجهزين حاجات اللي هتساعدنا ان احنا نبني الخريطه دي. اول حاجه بتحتاج تجهزها هي اليوزر بيرسونا اللي شرحناها في الفيديو اللي فات. طيب احنا ليه بنحتاج اليوزر بيرسونا؟ لانك لو ما قدرتش تفهم شخصيه المستخدم كويس مش هتقدر تفهم الطريق اللي بيمشيه علشان يوصل للهدف المشترك بينك وبينه. فانت اول حاجه بتحطها في الكاستمر جيرني ماب هي اليوزر بيرسونا، وطبعا انت لازم تكون مراجع من الابحاث اللي عملتها اهداف العميل واهداف المنتج. بعد كده انت بتكون مجهز السيناريو بتاع العميل ده، كمان انت لازم تكون مجهز التوقعات اللي المفروض يوصل لها العميل ده. بعد كده بتبني المراحل او الخطوات اللي بيعدي بيها العميل طول رحلته وايه الاجراء اللي بيعمله عشان ينتقل من مرحله لمرحله تانية. بعد كده بتعبر عن شعور العميل في كل مرحله بيعدي بيها من المراحل اللي انت رسمها، وبعد كده بتحط الافكار او المعتقدات اللي بيوصلها في كل خطوه بياخدها، وبعد كده بتبتدي تكتب نقاط الالم اللي بتقابل المستخدم في كل خطوه بياخدها. طبعا انت عشان ما تبقاش تايه وبتسال احنا بنجيب المعلومات دي كلها منين، بنجيب المعلومات دي عن طريق اليوزر ريسيرش وعن طريق كل الابحاث اللي بنقدر نعملها طول فتره تصميمنا للمستخدمين. علشان كده كل المعلومات اللي بتاخدها بتكون دايما مهمه جدا، وانت لازم تتعلم ازاي تنظمها وتحطها في مكانها عشان تقدر تطلع نتائج دي هي اللي بتاخد عليها قرارات بعد كده. طيب ده كده الحاجات الاساسيه اللي احنا بنحطها في رحله العميل. تعالوا بقى نطبق عملي، احنا ازاي بنقدر نعمل خريطه رحله العميل. الاول احنا عندنا بيرسونا عملناها في الفيديو اللي فات لشخص اسمه كريم، والمنتج بتاعنا كان ابلكيشن استثمار. وبعد كده بنحط السيناريو بتاعنا ان كريم محتاج يستثمر الفلوس اللي معاه ومش عارف ايه هي الوسائل السهله والسريعه والموثوق فيها اللي ممكن توفر في وقته عشان يقدر يعمل استثمار. بعد كده بنبتدي نحط التوقعات، مثلا انه يلاقي ابلكيشن سهل، انه يلاقي اكتر من طريقه للاستثمار، انه يلاقي صفقات مناسبه للمبلغ اللي معاه وما يضيعش وقت كتير وهو بيدور على صفقه، ويقدر ينفذ الاستثمار ده في خطوات بسيطه جدا. طيب احنا بعد كده بنبتدي نحط المراحل اللي بيعدي بيها. طيب المرحله الاولى انه اول ما بيفتح الابلكيشن بيلاقي صفحه، الصفحه دي فيها مجموعه من الاستثمارات موجوده قدامه، بيقدر يختار منها الاستثمار المناسب ليه او الصفقه المناسبه ليه. الخطوه الثانيه انه يقدر يعمل بحث عن الصفقه المناسبه ليه، وكمان يقدر يفلتر النتائج بتاعتها بسرعه. الخطوه الثالثه انه يلاقي تفاصيل كامله عن الصفقه اللي اختارها. الخطوه الرابعه انه يدخل بياناته عشان يقدر يكمل الصفقه اللي اختارها. فانت كده عملت اربع مراحل بيعدي بيها، وكتبت في كل مرحله ايه الاجراء اللي بياخده عشان يقدر يوصل للمرحله اللي بعدها. بعد كده بتبتدي تكتب شعور المستخدم في كل خطوه عدى بيها من الاربع خطوات بتوعنا. فمثلا في الخطوه الاولى قدر يلاقي صفقات مناسبه ليه فكان مبسوط انه لقى خيارات متاحه كتير. بعد كده خطوه البحث كان متضايق فيها جدا لانه ما لقاش طريقه يقدر يبحث بيها عن المبلغ المتاح معاه، فيقدر يلاقي الصفقه المناسبه بناء على المبلغ المتاح معاه، وده طبعا خلاه ياخد وقت طويل جدا في البحث. الخطوه الثالثه لما دخل في صفحه التفاصيل كان مبسوط جدا لانه لقى معلومات كتير، المعلومات دي ساعدته انه يقدر ياخد قرار بسرعه. الخطوه الرابعه برده كان مبسوط فيها لانه قدر يدخل البيانات بتاعته بسهوله وقدر يخلص الصفقه بسرعه. وبعد كده بنكتب نقاط الالم اللي قابلت اليوزر في كل مرحله. اول واحده ممكن تكون فاضيه لان هو اتفرج على كل الصفقات المعروضه وما كانش متضايق منها. تاني خطوه ما كانتش مناسبه كفايه لانه يعمل بحث كامل ويقرب للنتائج اللي محتاج يشوفها. الخطوه الثالثه ما كانش فيها عنده مشاكل. الخطوه الرابعه ممكن نسيبها فاضيه لان هو دخل بياناته بشكل سهل وما كانش عنده فيها اي مشاكل خالص. كمان في حاجات تانية ممكن تضاف زي الفرص وزي الافكار، زي ما قلنا قبل كده ان الحاجه دي ممكن تزيد او تقل بناء على النتائج اللي انت محتاج توصل لها. حسن بقى في الريسيرش واعمل كاستمر جيرني مابس بشكل كويس ومظبوط، وحاول تخلي المستخدم او العميل بيستمتع
بالخدمه اللي انت بتقدمها وبيستمتع بالتجربه اللي بتقدمها. وبس كده احنا عرفنا ايه هي الكاستمر جورني ماب وليه بنعملها وبنوصل لايه لما بنعملها. ما تنساش دايما تشارك المعلومات دي مع اصحاب المنتج وتحطهم دايما معاك في الصوره عشان دايما يكونوا فاهمين انت بتاخد قرارات بناء على ايه. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه، ولو عندك اي سؤال هستناك تكتب لي في الكومنتس تحت. سلام.